بيت السينما المصريه، لان القوانين عندنا قوانين تعبانه جدا، العقوبات فيها غير رادعه. اللي بيسرق فيلم ب 20 مليون جنيه غرامته مش عارف 300 جنيه ولا حاجه كده، او حبس شهر او ايهما. وبالتالي اللي بيكسب له في سرقه فيلم 2 3 مليون، حتى لو خد له شهر حبس، مش سجن على فكره، شهر حبس، ايه المشكله؟ هو حرامي اصلا. اللي بيسرق حمل غسيل بياخد له 3 سنين سجن، لكن اللي بيسرق فيلم ب 20 مليون جنيه وبيدمر صناعه زي ديت بياخد له 300 جنيه غرامه. عشان كده لابد من تبريز العقوبات، ولابد من ان الدوله تخش تدافع عن حقوق الفيلم المصري خارج البلاد وفي الفضاء الالكتروني تحديدا. امريكا بتدافع عن افلامها كويس قوي ومعتبراها ثروه قوميه، وانا لا انسى 97 سنه 97 السفير الامريكي طلب مقابله كل السينمائيين المصريين، وانا رحت، ما انا كنت لسه مساعد مخرج، ورحت بصحبه الاستاذ يوسف شاهين. لأفاجأ ان يقول هذا السفير الامريكي، احنا بنديكم 3 مليار معونه سنويا مش كده، احنا خصمنا منها السنه دي مش فاكر الرقم على وجه الدقه، بس قال حاجه شبه 30 مليون دولار خدناهم من المعونه عشان انتوا سرقتوا 3 افلام مصريه 3 افلام امريكيه، بيعتبروها من الثروه القوميه الامريكيه الاقتصاد الامريكي، وبيدافعوا عنها. تخيلوا السفير الامريكي لما يجتمع ويقول ويصدر بناء على لقاء السفير الامريكي بالفنانين ثم بوزير الخارجيه ثم برئيس الوزراء، يصدر تشريع يجرم سرقه الفيلم الاجنبي اكثر من الفيلم المصري، ويصدر فيه تشريع وقتها. يعني انت لو سرقت فيلم اجنبي بتتحاسب بقانون، ولو سرقت فيلم مصري بتتحاسب بقانون تاني. فحمايه الفيلم في الفضاء الالكتروني وفي البلاد الخارجيه، البلاد الاجنبيه، ده مفروض مسؤوليه الدوله ومؤسساتها، سواء وزاره الخارجيه او الهيئه العامه للاستعلامات، وزاره الداخليه، المؤسسه البرلمانيه في تشريعات جديده تتواكب مع العصر، عشان القرصنه دي بتخلي خلاص. يعني الفيلم بينزل النهارده بيتسرق على الانترنت، انا شفت فيلم لسه نازل الاسبوع اللي فات لقيته على الانترنت عامل مشاهده 5 مليون مشاهد على الانترنت، طب ده مين اللي هيروح السينما بتاعته؟ أكيد هيسقط الفيلم. وبالتالي اتخرب بيت المنتج، وبالتالي مش هينتج فيلم جديد. وبالتالي هتتوقف الصناعة. الصناعة دي حاجة شديدة الأهمية يا جماعة، صناعة السينما كانت الدخل، تاني مصدر من مصادر الدخل القومي بعد القطن كانت السينما. هي صاحبة التأثير الأكبر في وجدان المحيط العربي كله، كلكم عارفين. إحنا عن طريق السينما استطعنا أن نربط الوجدان العربي والوجدان المصري. هما ليه العرب بيحبونا قوي؟ حد سأل نفس السؤال ده؟ أقول لكم أحد الأسباب الكبرى هي السينما، لأنها استطاعت أن تصدر منظومة القيم الحاكمة للمجتمع المصري، استطاعت أن تصدر العادات والتقاليد، استطاعت أن تصدر اللهجة المصرية، العادات المصرية، التقاليد المصرية، فلما عرفونا حبونا، قربوا. أنت لما تعرف حد أكيد بتقرب منه أكتر. وبالتالي السينما ساهمت في ربط الوجدان العربي بالمصري. الان لما بيبقى ماتش كوره زي بتاع اول امبارح، شفتوا العالم العربي كان عامل ازاي؟ ده مش فكره قوميه عربيه وبس، ولا فكره امه عربيه واحده تناضل من اجل نفس الهدف، الكلام ده ولا مش ده وبس. لو الوجدان مش مرتبط بالمصريين مش هيعملوا كده، وبعتقد لو اي بلد اخر عربي مش هيعملوا كده، لان مصر بالنسبه لامتها العربيه وبالنسبه لشعبها العربي حاجه مهمه جدا، واحد اسباب انها بقت حاجه مهمه جدا السينما. عشان كده لازم السينما ترجع وتفرض تاثيرها بقى، والقوى الناعمه المصريه ترجع وتفرض تاثيرها، وترجع تاثير مصر في محيطها العربي والاقليمي، وترجع كمان صناعه السينما لدخل من الدخول.